الكابتن سيد عبد الحفيظ أعلن عن خبر مهم وسعيد لكل عشاق النادي الأهلي، وقال أنه حسين الشحات لاعب الفريق دلوقتي جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد ما أنهى بالكامل برنامجه التأهيلي للتعافي من أثار جراحة الفتاء اللي أجراها مؤخرا. وقال أنه اللاعب شارك النهاردة في مران اليوم يوم الخميس بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وخلاص أصبح جاهز للمرحلة اللي جاية. حسين الشحات هيكون إضافة قوية جدا قوي كابتن هاني خلال الفترة اللي جاية، وجوده مهم والتوقيت ده مهم. مهم جدا حسين، إن شاء الله يرجع بألف سلامة، يكون إن شاء الله بيشارك في التدريبات بشكل جيد جدا، وعلى المستوى البدني كمان يكون جاهز، وإن شاء الله الإدارة الفنية تشوف التوقيت المناسب لدخول حسين الشحات في قائمة النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون إضافة طبعا قبل إن شاء الله المباراة الكبيرة أمام الوداد.